مشاهدينا متتابعينا على القناة الوطنية الأولى، صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في أهلا تونس الحصة الثانية على التوالي. كنت الأسبوع الفارط مع زميلتي ألفة ساحلي، الأسبوع هذا معنا ديل كنزاري كالعادة. إن شاء الله نرجع للنشاط ونرجع للتواصل مع مواطنينا في الخارج اللي توحشتهم برشا، اللي نقولهم صباح الخير وصباح النور أينما كنتم في كافة أقطار العالم. نعرفوا أنتم تتفرجوا فينا مشاهدين أوفياء، كي قعدنا شوية ارتحنا أكيد كلكم تسألوا على الحصة، الحصة تعود من جديد بفقرات هال اللي شفتوهم قبل وبالجديد أيضا عديد الفقرات تنضاف لأهلا تونس. اليوم إن شاء الله باش يكون الكونديكتور متاعنا ثري وفيه برشا مواضيع اليوم باش نحكيو فيها. باش نحكيو إن شاء الله على الخطوط الجوية التونسية وشراء 5 طائرات، أكيد هذه بون نوفيل للناس الكل. نعرفوا اللي الخطوط الجوية التونسية هي بوابة العائدين الى ارض الوطن، وقد ما توفر خدمات خير يكونوا مواطنينا ولا السياح اللي باش يجيو لتونس مرتاحين اكثر. باش نحكيو ايضا كالعاده مع السيد العميد رياس بالخير ممثل الديوانه التونسيه، ان شاء الله ايضا باش نحكيو على اجراءات معينه اللي تخص مواطنينا في الخارج. ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ايضا سنتناول هذا الموضوع، باش نحكيو كتب وكتابات مع القاضيه روان اللي باش تحضر معنا. المسح التعدادي للهجره، جائزه احسن عمل صحفي متعلق بقضايا النساء والفتيات، باش نحكيو على الدراسه في فرنسا، كيفاش تنجموا تدرسوا في فرنسا، شنو هو ليزافونتاج اللي عندكم باش تمشيو انكم تقراوا في فرنسا، الاستثمار في تونس لجاليتنا بالخارج ايضا باش يكون موضوعنا اليوم، صنعه بلادي مع رجال عيادي كالعاده ديما صنعه تقليديه ما تغيبش علينا، ماراثون الحمامات ايضا باش يكون حاضر معنا، وخاصه سنركز على المشاركات من خارج حدود الوطن. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، تنطلق على بركه الله اهلا تونس مع فقره مصوره. باش نمشيو اولا للقاء مع امام جامع بباريس، نتحدث ثم نعود. نعم شعار جديد وفي إطار توجه الدولة جديد وفي إطار توجه الحكومة أنه تسمع إلى كل مواطنيها كسوة في الداخل أو في الخارج. في اللي صار اليوم أطلقنا إشارة وعطينا إشارة انطلاق المنصة الإلكترونية اللي هي زادة من توجه الحكومة الرقمنة ودعم كل ما هو رقمي لإصغاء الى الجاليه التونسيه اللي نعرفوا اللي عندها العديد من المشاكل وعندها ما تقول. صحيح عندهم نقائص، عندهم مشاكل اللي ما وصلتش، واحنا عملنا الاستشاره هذه لاعاده ثقه التونسيين بالخارج بالدوله، واحنا رانا جينا لهنا باش نسمعوكم باش نسمعوا مشاكلكم، وفعلا عندنا إرادة صادقة أن باش نصلحوا. الهدف من هذه الندوة وهذا الحدث أنا أسميه حدث على اعتبار أهميته. الهدف أولا كان مناسبة للتعريف بمجموعة برامج التي على الأقل فيما يخصنا نحن كمنظمة دولية للهجرة نقوم بالشراكة مع ديوان تونسيين مقيمين بالخارج على تطبيقها، والهدف يروم أيضا التواصل مع أفراد الجالية التونسية المقيمين بالخارج للتعريف على هذه المنصة الرقمية وعلى بعض الدراسات التي هي بصدد الإنجاز، وذلك من أجل تسهيل عملية تقديم الخدمات لأفراد الجالية من ناحية، وتسهيل أيضا مساهمة أفراد هذه الجالية في مد أشهر التواصل مع بلدهم الأم تونس على الميدان الاقتصادي، وليس فقط الاقتصادي بل أيضا المستوى العاطفي والثقافي والحضاري وكل شيء. الهدف من مثل هذه هي أنه يجب إرساء قواعد لضمان الاتصال الدائم واليومي وتسهيل هذا الاتصال بين أفراد الجالية المقيمة بالخارج ووطنهم الأم
تونس. الاستشارة الموجهة للجالية هي تتنزل في تصور الجديد الذي نعتمده إذن في مقاربة الجالية ضمن مقاربة تشاركية تخليهم ينخرطوا معنا في المسائل اللي تهمهم. فوضعنا سلسلة من الاستشارات تنطلق بالاستشارة الأولى حول الديوان التونسي بالخارج باعتباره المؤسسة في الخط الأول التي تتعامل مباشرة مع أفراد الجالية. دونك نحب نستقرا ونستطلع آرائهم حول هذه المؤسسة، يعرفوها ولا لا، يعرفوا خدماتها ولا لا، شنو رأيهم حول الفائدة والنجاعة، مدى النجاعة تاع الخدمات هذوما، حتى احنا نتوصل بهذه الانتقادات وربما أيضا بالمقترحات نتاعهم حول كيفية تطوير هذه الخدمات في إطار مقاربة تشاركية. بعد يعني أن تنتهي الاستشارة بعد تقريبا شهر ونص، هذا هو معناها المبرمج، وأنه أطلق سيدة وزير الشؤون الاجتماعية أعطى إشارة الانطلاق نتاع هذه الاستشارة اليوم في الساعة 10 صباحا، ونحن سننشرها على أوسع نطاق ونعول على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة في الداخل وفي الخارج أنها تروج لهذه الاستشارة وللرابط نتاعها اليوم تاع الاستشارة دي حتى يشارك فيها أكبر عدد من أفراد الجالية وينخرطوا معنا في هالمبادرة هذه. بعد ما نجمع المعطيات ومخرجات هذه الاستشارة سوف ندرسها في إطار ورشة عمل طبعا مع شركائنا من المؤسسات ذات العلاقة بتونسي بالخارج وأيضا مع مكونات الجالية التي ستنخرط في قراءة ووضع الخطط الملائمة بناء على مخرجات هذه الاستشارة، ثم نمر إلى الحلقات أخرى من استشارات أخرى حول محاور دائما تهم التونسي بالخارج وهي مبرمجة مسبقا. إذن نعود للمباشر بعد الفقرة المصورة اللي شفناها تطوير الخدمات والكفاءات بديوان التونسيين بالخارج. هذا كان موضوع الفيتيغ نتاعنا الأولاني، أكيد الفيتيغ اللي أعلنت عليه منذ قليل إن شاء الله باش يكون الفيتيغ نتاعنا الثاني. خليني نستقبل ضيوف نتاعي، نستقبل سي خالد الشلي رئيس مدير عام الخطوط الجوية التونسية شركة الخطوط الجوية التونسية. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح النور يا ليلى، وصباح النور لمشاهدي تلفزيوننا العزيزة، وصباح الخير والياسمين لجليتنا خارج. ربي فضلك. العميد الياس بالخير ممثل الديوان التونسيه كالعاده، هو كل ملح ما يغيب على طعام في اهلا تونس، ما نجموش نستغنيو عليه. صباح الخير. صباح الخير وتحيه ليك وتحيه للساده المشاهدين. الحقيقه وجودك معنا ومحبتنا احنا فيك والمعلومه القيمه اللي ديما تقدمها لمواطنينا في الخارج اللي ديما عندهم تساؤلات على العوده، على اجراءات العوده، اللي كلها يلقاوها معك ان شاء الله. ديما نكونوا موفقين باش نوصلوا لهم المعلومه اللي تساعدهم وتسهل عليهم العوده لارض الوطن، كسواء في خلال عودتهم المؤقته او النهائيه او انجاز المشاريع او شتى المواضيع اللي هما يحبوا يستفسروا عليهم. ان شاء الله نكونوا احنا ديما في الخدمه ونقدموا احسن الخدمات ونسهلوا لهم جميع المستحقات تاعهم ان شاء الله. يا ربي ديما نسمعوا الاخبار اللي تخلينا نقدموا وتخلينا نعرفوا اللي ثم ديما حاجات جديده. سي خالد، 5 طائرات ما شاء الله في إطار إنكم شريتوا 5 طائرات في الشركة، في شركة الخطوط الجوية التونسية. الخبر اللي هبط على الناس مفاجأة معناتها، خاطر عنا برشا نسمعوا في حاجات سلبية للأسف، هذا ما نحبوش نسمعوه، لكن كنا نعرفوا الأخبار اللي رائجة حول الشركة. نحكي شوية على الموضوع هذا، وخاصة أنه الخطوط الجوية التونسية تهم برشا مواطنين في الخارج اللي يعتبروها بوابة باش يدخلوا تونس. شكرا لله اللي عطيتنا الفرصة باش نحكيه على برنامج اقتناء 5 طيارات. ربي فضلك. نحب نذكر بحاجة أنه برنامج اقتناء الطيارات راهو بدأ في 2008، معناتها ماهوش برنامج جديد. احنا من 2008 برمجنا باش نشريه 16 طيارة على أساس الطيارات هذه باش نعوضوا بها الأسطول المتقادم، لكن مع الأسف الشديد الإشكاليات اللي صارت بعد الثورة، الأزمة المالية اللي عرفتها الخطوط التونسية، يعني خلاتنا نوخروا كل مرة في اقتناء الطيارات. تفاقمت الأزمة هذه مع الكوفيد، وهذه مس تقريبا جميع شركات الطيران ومس الاقتصاد التونسي. صحيح. فزادت يعني فهمت الوضعية المالية تأزمت بصفة كبيرة.
الناس كل كانت متوقع انه الخطوط التونسيه مش باش تكون قادره باش تجيب الطائرات هذوما، لكن والحمد لله يعني بفضل المجهودات الكبيره اللي قمنا بها مع صوت الاشراف ومع الحكومه لقينا صيغه اخرى باش نجيبوا الخمسه طائرات، والصيغه هذه كما تحدثنا عليها من قبل تسمى السيل اند ليز باك. ايوه نفسروها شويه للمشاهدين. السيل اند ليز باك هو البيع واعاده التاجير. احنا مع ايربيوس معناتها في البرنامج نتاع 2008 دونك قعدوا عندنا خمسه طيارات، الخمسه طيارات هذوما كنا ديجا عملنا في ديزافونس عليهم تقريبا بما قيمته 300 مليون دينار. ايوه. بما انه الوضعيه الماليه معناتها اللي تمر بها الخطوط التونسيه والوضع البلاد بصفه عامه واستحاله نجم نقولوا انك تمشي للركور معناتها فهمت القروض البنكيه، فما على مستوى معناتها صناعه الطيران امكانيه انك تاجر نفس الطيارات اللي انت عندك الحق الشراء نتاعهم. دونك احنا تجم تقول بعنا حق الشراء الى شركه عالميه الاولى في العالم، وفي نفس الوقت بعنا لهم حق الشراء واخذينا من عندهم حق الاستغلال. حق الاستغلال لمده 12 سنه. أيوة. يعني هذا وفر لنا امكانيه كبيره لانه باش تكون عندنا طيارات جديده، الطيارات هذه باش تدعم الاسطول وخاصه في الظرف هذايا. الناس الكل فهمتي متخوفه على تونس لان شركتهم هذه شركه ما شاء الله 73 سنه قائمه فهمتي بالاجتماعي والاقتصادي والسياحي، دونك وهذا فخر لنا. دونك بالامكانيه هذه ان شاء الله تعزيز الاسطول هذايا ماشي غير معناتها فهمتي تغيير كبير فهمتي الخدمات في الشركه ان شاء الله. شركه الخطوط الجويه التونسيه. به سي خالد، العديد من الاشكاليات طرحت حول الشركه، برشا ناس يحسوا انه خريطه الطريق ضاعت من الشركه، معناتها انه فما برشا اشكاليات ما نجمتش تخرج منها. هل انه فما استراتيجيه واضحه اليوم بمجيئكم انتوما واكيد الاطار اللي عامل معاكم انه الشركه بعد هالبون نوفيل هذيا ان نسمعوا حاجات اخرين بهين؟ شوف نحب ديما زادة فهمتي نوضح نقطة أنه قاعدة ديما عندنا هاك الصورة نتاع تونيسير في ليزاني 17-18-19. أيوة. كانت فما العديد الإشكاليات الكبرى وخاصة المتعلقة بها بتأخير الطيارات ومشاكل الخدمات، لكن يلزمنا نقولوا بكل صراحة أنه مع جال كوفيد ونقص النشاط فما برشا إشكاليات قاعدة معناتها تتحل وخاصة موضوع التأخير. 2020 كان مغاير تماما، ولهنا وين نحب زاد نحبوا الناس تغير شويه الصوره اللي قاعده تعالقه ونتفاهمهم، لانه اللي صار مع معناتها المسافرين نتاعنا فهمتي تعذبوا للامانه. لكن احنا في 2021 تقريبا الخدمات نتاعنا تغيرت، 21 لم نسجل اشكاليات كبرى، مش نقول ما عندناش تاخير، لكن لم نسجل اشكاليات كبرى في التاخير. أيوة. عدى موسم طيب جدا، تمكننا مع الحمد لله من معناتها نقل توانسه بالخارج، نقل حتى مع السياح. بعض الاشكاليات وعاديه جدا فهمتي بانه الوضعيه الماليه ماهيش سهله، قعد شويه معناتها فهمتي الاشكاليات اللي قعدت عالقه بالذهن هي موضوع الكاترينج التموين اللي والحمد لله وكنا اعلن عليه، يعني توسى في اموا معناتها امضينا عقد جديد مع فهمتي المزود نتاعنا. أيوة. اليوم عندنا تموين في الطائرات من احسن ما يكون، وقاعد يرجع لنا فيدباك يعني ايجابي جدا من المسافرين وفرحانين برشا. موضوع التاخير يعني كذلك يعني تقريبا قضينا عليه، هذا ما يمنعش مازالوا في بعض الاحيان فهمتي بعض المشاكل نتاع التاخير اللي هي معناتها راجعه انه يجي ساعات فما طياره معناتها فهمتي تستوجب صيانه، وبما ان احنا قاعدين نستغلوا في 10 و11 طياره وما شاء الله طلبات كبيره. صحيح. تلي الطياره هذيك تتطلب صيانه ممكن تشد 3-4 سوايع عادي جدا انها تتسبب في التاخير. هذا اللي سلمت المسافرين خاطر هذا ما فيش حتى طياره بلاش صيانه. ذاك علاش اللي حبيت نقول ماذا بينا هاك الصوره اللي قعدت عالقه وشاده. أي. على تونيسير. أي. اراهي تونيسير عندها مده تغيرت خاصه في 2020 وما زالوا تغييرات كبيره جايه تو نتحدثوا عليهم. خمسه طيارات جديده، الاولى مش تخلط ان شاء الله يوم 22 ديسمبر. ايوه نسلموا الطياره الاولى، الطياره هذه 320 نيو، يعني ما شاء الله فيها بزنس كلاس جديده، خدمات مش تكون ان شاء الله كلها معناتها جديده، وخاصه حكينا على موضوع التموين. الطياره هذه مش تجي زاده كيف كيف معها طياره ثانيه في مارس 2022، باش تكون عندنا طياره في جويليا 2022، وطياره رابعه باش تكون سبتمبر 22 ان شاء الله، والخامسه والاخيره باش تكون في افريل 23. يعني بالتعزيز هذايا احنا معناتها بقدره الله باش نعطيه النظره مخالفه تماما،
الى ما عرفته العباد على الخطوط التونسيه. اكيد باش نرجعوا للقديم، خاطر احنا راهو قبل ما نمروا بالازمه كنا عندنا من احسن الخدمات في العالم يعني صحيح. في مجال الطيران، لكن جات الازمه على تونس الكل. المهم انه اي انسان يتوجد في موقع معين، وان شاء الله يا ربي ياخذ بيديكم الكل، يكون عنده استراتيجيات واضحه انه يحسن وانه يطور. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي خالد، يعطيك الصحه، حضورك معنا شرفنا ونورنا، واكيد برشا ناس فرحوا بالخبر هذايا. خلينا نمشيو للديوانه التونسيه، الخدمات سيرياس ديما تقدم لهم معلومات اكيد نابعه من تساؤلات يسالوها المواطنين. اليوم باش نحكيو على العوده المؤقته. اي نعم. ايوه، اش فيها اجراءات معينه؟ نخلي لك انت انك تحكي لنا على المحاور. شكرا. اذا كنا في الحصه الفارطه تعرضنا الى اليات التواصل والاتصال معناتها في بصفه عامه المتوفره على ذمه التونسيين المقيمين بالخارج، من ضمنها ومن اهمها الموقع الرسمي للديوانه التونسيه اللي هو www.douane.gov.tn. يدخلوا يلقاو في المحور هذايا عده خدمات اتصاليه لوضع الاسئله نتاعهم وللاتصال والاستفسار على عده محاور. بعد اعطينا البرنامج نتاعنا خلال السنه هذه ان شاء الله باش نتعرضوا له بالطبيعه، ديما نعملوا على التفاعلات نتاع الجاليه نتاعنا من اسئله من استفسارات باش احنا نتوجهوا باش نصلحوا ونقوموا باعداد عده محاور معناتها تهمهم ونجاوبوا على عده اسئله تهمهم. أيوة. من ضمنها انه قلنا نبداو كالعاده بالعوده المؤقته اللي هي العوده تاع السيزون تاع الصيف تاع الشتاء تاع العطل تاع ليزيفينمون تاع العيد اتسيتيرا. انسان مش يجي يعدي فاكونس ولا يعدي ايامات ويروح، شنو الشروط اللي تتوفر له باش ينتفع باعفاءات موظفه على الامتعه نتاعو ولا على السياره نتاعو او على الدراجه الناريه؟ وشنو هي الوثائق اللازمه؟ وشنو هي معناتها المتطلبات نتاع العوده المؤقته؟ كل تونسي مقيم بالخارج باش تتوفر فيه شروط الانتفاع بالاعفاء من الاداءات الموظفه والمعاليم على الامتعه او السياره، يلزم يكون مقيم في الخارج لمده سنه اداريه. السنه هذه نحسبوها من اخر دخول ليه، نرجعوا عام التالي، يكون مقيم سنه كامله في الخارج دون ان يتجاوز فتره اقامه بقاء بالبلاد التونسيه 183 يوم. واضح. تونسي الجنسيه بالغ من العمر 18 سنه، بالنسبه للبنيه المتزوجه اللي عمرها مازال ما عملش 18 ما عندناش اشكاليه في العمر نتاعها. أيوة. دونك لهنا اذا تتوفر فيه الشروط هذه ينجم يقوم بتوريد امتعه شخصيه في حدود ال 2000 دينار. امتعه شخصيه أغراض وأمتعة شخصية، ما قلناش تجهيزات ولا أثاث ولا حاجة أخرى. أيوة. دونك أمتعة خفيفة معناتها أمتعة فوالا أمتعة. أيوة. وأغراض شخصية. ينجم يجيب على التونيسير يجبط لي طاولة وأربع كراسي. أيوة. المدير العام التونيسير يربح في الترونسبور، التونيسير يربح في الترونسبور نتاعو وأنا ما نجمش بعد ذيك نجي نحطهم له على الإعفاء السنوي. طاولة وأربع كراسي لا مثلا أغلى من 2000 دينار. فوالا دونك عندنا 2000 دينار اللي هما أغراض شخصية وأمتعة شخصية، فهمتني؟ محمولة بالطبيعة لهنا ينتفع من الأداء الموظف عليهم، وكما ينجم يجيب السيارة نتاعو اللي تبدأ على ملكه معناتها كارت جريز باسمه، وإلا عنده عقد شراء مصادق عليه في القنصلية باسمه. بالطبيعة فما بعض الناس يجيو بسيارات نتاع الشركات اللي يخدموا فيها، دونك لهنا يسمو ياخذ ترخيص من عند الشركة هذيك اللي جاي من عندها، يجيب الكابيس اللي هو نقولوا احنا مضمون السجل التجاري نتاع الشركة، ويجيب معناتها الترخيص هذاك نتاع الشركه ماذا بينا يكون ليغاليزي من عند اوتوريتي كومبيتونت في البلاد اللي هو فيها، سواء لا ميري ولا لا بريفكتور ولا القنصليه اذا شركه تونسيه مثلا مولاها تونسي، بالريتور تاع السياره ومعها معناتها اسيرونس مونديال معناتها باش تحميه اثناء التنقل نتاعو في الباخره وكل شيء. هذوما الوثائق اللازمه. دونك كيف يوصل لهنا؟ مش ياخذ معناتها فترة معينة لرخصة جولان للسيارة باش يتنقل بها داخل البلاد التونسية. أيوة. كل سوا زاد جاب الموتور نتاعو زاد كيف كيف ياخذ رخصة جولان. بالنسبة للدرجة النارية اللي فوق ال 50 سنتيمتر مكعب هذيك تاخذ على التراخيص معينة من ضمن كيما السيارة بالضبط، مش كيما اللي أقل من 50 سنتيمتر مكعب. بالنسبة للشروط اللي ذكرناها هي بنفسها، معناتها في الخصوص الانتفاع بالتوريد السيارة أو بالدراجة النارية، تونسي الجنسية بالغ من العمر 18 سنة، تتوفر فيه شرط الإقامة بالخارج لمدة سنة دون أن اعتبارا من تاريخ آخر دخول ليه، نرجعوا عام التالي، في العام هذاك ما يكونش عدى 183 يوم في تونس بقاء بالبلاد التونسي. أيوة. هذه عامة الشروط
والإجراءات العودة المؤقتة والامتيازات المحددة على الموظفة بالنسبة للإعفاءات الموظفة على الأثاث أو على الأمتعة بليتو الأمتعة والأغراض الشخصية أو على السيارة والدراجة النارية. واضح. به خلينا نرجع لسي خالد ونستغل وجودك معنا. اي نستغل احنا الاستغلال طبعا على عجلة ما جيت علينا احنا معناتها. سي خالد مواطنينا في الخارج وعودتهم وحكيت هذه انهم يحبوا يجيبوا برشا حوايج وبرشا اثاث وكذا معناتها ساعات يتشكى ويقول لك انا في الطياره ما نجمش نركب كاين ميزان معين ما نجمش نبعث من غاديك قد ما نحب. لو كان نوضحوا النقطه هذه شويه معناتها لازم يفهموا اللي هي الطياره تطير في السماء معناتها ومضبوطه بقوانين معينه. هو لازمنا نرجعوا فهمتي لموضوع العوده نتاع تونسينا بالخارج واللي كلهم ما شاء الله فهمتي يجيو فهمتي في لي فاكونس. ايوه. ويلزمنا نذكروا ايضا انه تونسير كانت من اول وستزال هي الاولى في معناتها العنايه الخاصه بالجاليه التونسيه بالخارج. هذا المطلوب. هذا يعني احنا لازمنا نرجعوا انه من عام 48 من اللي بدات موضوع يعني خروج التوانسه للخارج فهمتي كانت التونسير والستيان هما اللي رافقوهم بالخارج واحنا ان شاء الله مش يكونوا كل سنه رافقوهم باش يرجعوا فهمتي للوطن. احنا تقريبا الشركه الوحيده اللي تعطي 32 كيلو فرانشيز للتوانسه اللي جايين في الخارج حتى بالنسبه للرجوع نتاعهم. ايوه. هو المعمول به الباجاج نتاعهم عندهم الفرانشيز 23 كيلو الا احنا فهمتي نعرفوا انه وقت اللي يرجعوا فهمتي هدايا للعائله ويكونوا محملين وعندهم 2000 دينار الفرانشيز هذه الطاوله والاربع كراسي فهمتي. ايوه. دونك نعطيو امتياز معناتها بخصوص الباجاج 32 كيلو. أي. لكن ما عندناش اون ليميتاسيون احنا ما نجيوش نقولوا معناتها للمسافر راهو فهمتي اودولا دو 30 كيلو ما عندكش الحق تجيب، لا تجيب لكن اللي زايد على الحقيبه ب 32 كيلو هذاك تخلصوا. يعني ما ثماش ليميتاسيون دونك الباجاج مرحبا به اللي هو معناتها فهمتي الفافور اللي نعطيه 32 كيلو، واذا كان يكون عنده معناتها باجاج برشا من المحبذ انه ما يجيبوش معاه كباجاج لانه يولي التكلفه نتاعو غاليه، ينجم يجيبه على مستوى الفريت ايريان. كي نقول الفريت مش معناتها مش يجيبوا بالباتو، عندنا كذلك خدمه فهمتي الفريت ويعرفوا الخيان في الخارج معناتها كيفاش يتعاملوا معاه، هذا ينجم يكلف لهم اقل من انه يجيبوا كباجاج ويخلص عليك على خاطر الباجاج فوالا معناتها الحقيبه الاولانيه مش تكون بلاش، الحقيبه الثانيه مش نبداو 75 يورو واحنا ماشيين، دونك يتكلف عليهم، لكن احنا كذلك نجم نقول الشريك الوحيده مع 32 كيلو نسمعوا له خيان يطلعوا معاهم شويه زايد باجاج فهمتي اون كابين. فما شويه تسامح معناتها تاع قلب تونسي والله برشا والله برشا تسامح. لانه احنا نفهم انه طلباتنا برشا في تونس والعائله معناتها كبيره والهدايا لازم منهم، دونك بالرغم هذا يقلقنا يعني فهمتني ويخلق بعض الاشكاليات، لكن نتسامحوا مع التوانسه في الاخير هما جايين لتونس نحاولوا نعاملوهم باللي نقدروا عليه. وإن شاء الله فهمتي العودة في الموسم 22 تكون طيبة كما كانت في 21 وكما اللي في 70. تحكي لي على الهدايا وتحكي لي على الأمتعة سيكوريتي معناتها إنه الباجاج اللي تجيبه يكون في أمان، إنه الهدايا اللي جبتهم يوصلوا للعائلة معناتها خاطر ساعات معناتها جات بيريود إنه يصير لهم تحويل وجهة معناتها. أنت تتحدث على السرقات. إي. هو احنا صباح ما نحبوش نسميو الاشياء بالسميات. احنا نقولوا الاشياء يعني كما هي سيفري فما سنوات تعدات صعيبه على مستوى معناتها فهمتي السرقات في خاصه في مطار تونس قرطاج خلينا نقولوا المطارات الاخرى ما سجلناش فيها سرقات، تعدات سنوات صعيبه دمرت معناتها المسافرين الكل، لكن في اعتقادي انه 2021 ما سمعتوش بحتى حاله سرقه وهذا فهمتي انجاز على مستوى المطار الكل وما نحكيش على تونسير لانه فما تجديد منحبوش. في الاجراءات وفي هو تجديد في الاجراءات على جميع معناتها المستويات، لانه راهو كي نحكيو على سرقات ما لازمش نركزوا انه اسمها تونيسير، راهو موضوع سرقات هي تنجم تكون منظومه كامله. أيوة. فهمتني؟ ضحيتها مسافرين الخطوط التونسيه، ما لازمش يفهم الاسبري نتاع التوانسه راهو تونيسير هي اللي تسرق. أي. لا هو مطار فيه معناتها عديد المداخلين، الباجاج يتعدى في بليزور ايتاب، تصير فيه السرقات هذه، دمرت الناس، مجهودات كبيره صارت على جميع المستويات كمطار، ديوانه، امن، تونيسير، الهاند لينك، 2021 والحمد لله انا ما سجلناش الى حد الساعه هذه سرقات والحمد لله، هذا ما يمنعش انه فهمتي مازلنا معناتها فهمتي قاعدين نشدوا في الاجراءات وان شاء الله ما عادش نرجعوا لهلك الكابوس هذايا نهائيا. واضح. باهي بالنسبه لراس العام جاي راس العام تويكا برشا اكيد باش يحبوا يعديوا راس العام في تونس عكس المتصور انه التونسي في كل مناسبه يحب يروح لتونس، هل انه على مستوى الخدمات خاصه الاكل
معناتها جيت بريود يصوروا كالبلا اللي معناتها يتقدموا لهم في الطياره ويهبطوا معناتها لومجا نتاع صغار ساعات تشوفها معناتها هي وجبه تقدم لمسافر مخلص فلوسه وابخي تو التيكي نتاعو. هل انه فما تحسين على هذا المستوى؟ تحسين جذري للامانه. بون صافي قعدوا تقريبا شهرين فما اشكاليه التموين، لكن ديما نعاود نقول راهو تونيسير كي تقارنها بالشركات الاخرى العامله على نفس الديستيناسيون راهو ما يعطيو حتى شيء. ايوه الشركات الاخرى يعطيك شويه ما وسسرت لا. تقريبا الشركه الوحيده اللي تواصل راهو تعطي في الاكله والاكله الساخنه. احنا سنسنا بالدلال في تونيسير نحب ديما مش ندلكم بعد لا مش ندلكم مش ندلكم مش نواصلوا في الدلال وما عندنا كان هذاك يبقى خلينا نفسركم مش نواصلوا في الدلال وما عندنا كان هذاك يبقى خلينا نفسر شويه معناتها فهمتي الساده المشاهدين وخاصه المسافرين نتاعنا راهو الاشكال هذاك ما يرجعش للخطوط التونسيه ولا هما فهمتي في الاخير هي مسؤوله الخطوط التونسيه لكن صار اشكال صغير مع المزود اللي مر بظروف صعيبه والحمد لله تمكنا مع بعضنا ناقشنا معناتها فهمتي الاشكاليات هذوما لقينا لهم الحلول وتقريبا منذ اسبوعين رجع التموين على جميع على حالات نتاعنا والتموين والاكلات اللي حبوهم التوانسه نعرفوا احنا خاصه معناتها المسافرين نتاعنا اللي جايين من الخارج من الحاجات اللي حبذوهم وقت اللي يطلعوا على تونسير هيك الاكله التونسيه يعني فهمتني واللي عديوا بها الوقت دونك تحل المشكل هذايا الاكله تغيرت يعني كليا وان شاء الله هذا يمشي يكون من الماضي واحنا نحبوا في نطاق قربنا للمسافر في نطاق يعني ارضاء المسافر نتاعنا لانه في الاخير احنا بلاش توانسه في الخارج واللي هما عنصر هام جدا للخدمات نتاعنا للامانه معناتها راهو مانيش نجامل يعني التوانسه راهو يهمونا برشا وديما نعاود نقول راهي هذه شركتكم ودلالكم راهو فهمتي عز علينا التموين راهو تحل مشكلته جايتكم الطائرات الجديده حتى الطائرات القديمه رانا قمنا بصيانه كبيره لا سيكوريتي نتاعنا هذيك معروفه في العالم الطيارين نتاعنا الخدمات الفنيين دونك ما ثماش حتى تخوف على مستوى السلامه ولا الواحد الموضوع الامن نتاع الحقائب وحكينا فيه الطيارات القديمه زاد كيف كيف وهذا وعدت به قبل قاعدين نغيروا فيهم مش نخرجوهم مشكله الكراسي ان شاء الله جانفي فيفري كيف كيف اللي كانت فيها شويه تشكيات وكتصاوروا شوفوا فيهم احنا قاعدوا يا اما خرجونا تصويره نتاع كرسي ولا خرجونا تصويره نتاع الماكل الحاجتين هذوما ان شاء الله من هنا الفيفري بالنسبه للتموين سكرناه بالنسبه للكراسي فيفري نكملوا الموضوع هذايا و2020 ستكون مخالفه تماما للسنوات السابقه ان شاء الله ان شاء الله سي خالد اكيد ثقتنا فيكم كبيره وثقه المواطن كبيره في انه تتحصل الخدمات والحمد لله انه بدينا والخير بدا يعوم علينا في شركه الخطوط الجويه التونسيه نشكرك على هذا الحضور الانيق معنا اليوم وهال الانرجي بوزيتيف اللي عطيته لنا يعطيك الصحه سيد العميد شكرا لك على الحضور اكيد لقاءاتنا مازالت متواصله في اهلا تونس ان شاء الله شكرا لله يعطيكم الصحه يعيشك طيب. اذا نواصلوا في اهلا تونس نمشيو الفقره مصوره ثم نعود لاستكمال استقبال بقيه ضيوفنا هو أحد أهم وأنجح رجال الأعمال النافذين في تونس والبلاد العربية وأوروبا تحصل على عديد الألقاب المتميزة والمرموقة طوال عقود من سنوات العمل الجاد أما أكثر ما يفخر به ويميزه عن غيره هو تركيزه المتواصل على مبدأ المواطنة وما أدراك من مبدأ المواطنة الأمر موش سهل يتطلب شجاعة وهدوء وطاقة جبارة لملاحقة الفرص وإيجاد الحلول المناسبة لها الشيء هذا ما يتطلبش عصا سحرية بل هو نتيجة تفكير استراتيجي مدقق بدأ الأستاذ كمال الغريبي في رسمه منذ سنوات شبابه في مدينة صفاقس هو زاد نتيجة الإخلاص والتفاني في قضية أكبر من الذات وشنو أكبر من الذات إلا البلاد تونس اللي تنعم تاريخياً باقتصاد متنوع ومنفتح يرتكز على قطاعات عدة الإصلاح الاقتصادي فيها ما ينجم يكون كان تكريس لحياة كاملة للعمل والتوازن لخلق مواطن شغل والاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغرى والتركيز على التعليم والصحة والتجارة والبنية التحتية علاش ليه تونس ما توليش مركز للطاقة المتجددة ونموذج للسكن المبتكر علاش ليه الدولة ما تتجهش نحو الاستثمار المتكافئ والعادل في التعليم باش يصبح شامل للجميع الخطط والبرامج طويلة المدى يصعب تحقيقها دون توفر استقرار سياسي وأمني وعمل متواصل لمكافحة الإرهاب كمال الغريبي يقدم بعد سنوات الخبرة والنجاح رؤية متكاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مستوحاة من دول أخرى نجحت
في تحقيق اكتفائها الذاتي واستقرارها الداخلي وتحقيق نسب اقتصاد وطني عالية تمكنها من أن تكون قبلة للاستثمارات العالمية. في الإطار هذا باش يقع التركيز على الصحة والرفاهية، لأنه المهم كيفاش تكون حاضر وموجود في لحظة فارقة من الزمن. إذن نواصل في المباشر ومعنا حاضر سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. صباح النور، تنورنا أكيد في مناسبة كما اليوم ذكرى إعلان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، أكيد حضورك مبرر جدا معنا في أهلا تونس. نحب نحكيه على تاريخ هذا الإعلان وأهمية هذا الإعلان اليوم في حقوق الإنسان ودخوله في عديد المعاهدات والدساتير عبر العالم، وأيضا باش نحكيه على بعض إذاعة السيدة اللي هي إذاعة جديدة. خلينا نرجع شوية للتاريخ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948 كان هو نتاج نقاشات كبيرة، تطورات في الفكر البشري، تطورات في الفكر القانوني الاجتماعي الاقتصادي السياسي، نتيجة كذلك ثورات كبيرة وتطورات تطالب بالكرامة الإنسانية. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان خلاصة الاتفاق بين مجموعة كبيرة من دول ومنظمات المجتمع المدني على أساس ترجمة التوق هذا الإنساني للكرامة وللحرية والعدالة والمساواة في وثيقة تكون هي أرضية للعمل المشترك بين مختلف يعني البلدان من مختلف القارات الحضارات الفلسفات وغيرها. وهذا الإعلان أصبح له قوة يعني معنوية كبيرة، رمزية كبيرة. أيوة. أدخل في عديد الدساتير متاع البلدان، ثم أصبح نوعا ما مرجع لما يسمى بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، تستلهم الأفراد والشعوب من أجل المطالبة بهذه الحقوق ثم محاولة تكريسها في القوانين يعني وفي المؤسسات وفي السياسات العمومية لمختلف البلدان. سي عبد الباسط باش نكملوا نحكي ونستسمحوكم، تعرف في أهل تونس على تليفونات ديما من خارج تونس، ناخذوا تليفون وبعد نرجع لك نكملوا نحكي في الموضوع نتاعنا إن شاء الله. ناخذ سي خالد الغريبي كفئة مقيمة في إيطاليا باش نحكيو معاه، ديما تعرفوا اللي نسلطوا الضوء على كفاءاتنا المقيمين خارج حدود الوطن. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي خالد، صباح الخير. ألو ألو سي خالد تسمع فيا؟ سي كمال الغريبي صباح الخير. ألو سي كمال تسمع فيا؟ نعم صباح النور وتحية لكم والمشاهدين الأعزاء في تونس والخارج. يعيشك يا سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. اليوم نحب نحكيو عليك، نحكيو شوية على نجاحاتك خارج حدود الوطن، تعرف لنا بمجالك أكثر بما أنك معنا على الهاتف، خلينا نسمع منك أنت المعلومات. شكرا جزيلا شكرا أختي. يعني إذا تكلمنا على الهجرة، الهجرة كانت ومازالت رغم أن الظروف كلها تغيرت في حلم الشباب، مثل حلم الشباب في تونس وفي العالم ككل الشباب، ودائما ما نبحث عن فرص احسن ولظروف احسن. وملي كنت صغير كانت عندي رغبه كبيره من العمل واثبات الذات والنجاح. ايوه. وفي كل ما اقوم به والاندماج. فيعني كانت لنا فرصه حتى لما كنت صغير في الشاقص كنت اكسب يوميا نقول في الوقت هكا مبلغ محترم برشا مع السياح ومن اهل البلاد. وهذا ما زاد في خلق في حب الهجره. وصحيح ما كان صعبة كما توا، وما كانتش يعني في تأشيرة وما كانتش في حواجز وما كانتش يعني زادة سهلة، خاصة الجواز التونسي كان يفرض عليك أن تدرس يعني مكانتك في العالم والصبر وأكثر باش تفك بلاصتك بين الجنسيات الأخرى. أيوة. ومن صغير اكتشفت أن كان عندي القدر على تأشير أعمال متعددة، وفي نفس الوقت بالنسبة إلى سبب النجاح هي حقيقة مرتبطة برشا عوامل، الصبر، المثابرة، واجتياز الفرص، والعمل الجاد أختي على تحقيقها وعدم إضاعتها، وهذا الكل طبعا مرتبط بالحظ والتوفيق من الله. سي كمال، من النجاح الذاتي إلى النجاح الكوني، تبارك الله اليوم أنت عندك اسم موجود عبر العالم، لو كان تحكي لي كيفاش تدرجت في هذا النجاح؟ شكرا، هذا السؤال هذا سؤال مهم جدا وسؤال حقيقة يعني في نقطة جدا. النجاح الذاتي والشخصي كان نابع من تحدي كبير أختي ورغبة وإصرار على بلوغ الضفة الأخرى.
والعلم بانه السفر الى غربه وترك الاهل والعائله والاحباب ما كانش كان سهل، يكون ما يكونش السياحه وتضييع الوقت، وانما للخلق والعمل ورسم ملامح مستقبلك. وهذا يخليك تعمل ليل ونهار باش توصل للهدف نتاعك. اضافه الى ذلك لازم تعرف تستغل الفرصه اللي تجيك وقت القدر يبعث لك في الوقت المناسب. في الوقت المناسب وتكون اختي محل ثقه ذلك الشخص او اي اشخاص، وتخدم برشا باش الثقه هذيك تكون في محلها وتثمرها. وهذا الكل يؤدي الى نجاح الكوني. نعم. يجي وحده من بعد ما كنت نجحت في دائره صغيره. يكبر الامل لكي يشمل دائره اكبر، والعلاقات اللي اسسها قبل وبنيتها تتحول الى نتاج ملموسه ونجاحات اقتصاديه. نعم، هو استغلال العلاقات اكيد انه الانسان يوصل يخدم ايضا بلاده عن بعد. سي كمال، لو كان تحكي لي انه الكفاءات التونسيه كيف من شانها ان تكون فاعله في تغيير واقع تونس اليوم، وخاصه الواقع الاقتصادي ونظره العالم الى التونسي اليوم. انا ارى هو العمل الجاد والمضاعف على رسم صورة إيجابية لبلادنا وشعبنا. نعم. وكي نفتك مكانة متميزة بين باقي الشعوب، خاصة النقطة العزيزة في الفترة الصعبة هذه. وكذلك على الجالية أن تعمل على مساعدة الدولة التونسية بأبسط البول، مثلا أبسط حين يلتفت كل مغترب إلى عائلته وإخوانه ويساعدهم ماديا، هذا في حد ذاته يساهم في تخفيف حمل وعباء الدولة التونسية. كذلك ترى بالكفة التونسية دور نقول احنا في الترويح وصور تونس وخارج، وفي تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، بالإضافة المجهود التضامني والاجتماعي في مجابهة الفوارق والأزمات. لكن للأسف اليوم تونس أختي العزيزة تحتل مرتبة ثانية عربيا في معدلات الكفاءات، وفرار الكفاءات خارج البلاد كان وراء تراجع تونس في ترتيب مستوى مؤشر التنافسية العالمي الصادر على مستوى دافوس، اللي يصنف البلدان حسب قدرتها على التطوير الكفاءات والاحتفاظ بها وجذب بها. فلا بد ان نحتفظ بالكفاءات ونحتفظ برجال الاعمال، نحتفظ بها الخبرات ان تكون موجوده في تونس، وهذا يتطلب يعني عمل كبير وشاق. واضح. باهي كمال، اليوم تونس تمر بوضع صعب وهذا ما يخفى على حد، معناتها انه خاصه وضعيتنا الاقتصاديه صعبه شويه. بالنسبه ليك كيف يمكن توظيف هذه العلاقات الدوليه ان ننهضوا بتونس اليوم؟ هل انه من خلال علاقاتكم تلاحظوا اللي فم ما تشجع من دول معناتها على مستوى عالمي انها تستثمر في تونس وتكون موجوده، وما هي الشروط اللي يلزم نوفروها باش المستثمر الاجنبي يرجع لتونس اليوم ويستثمر في بلادنا؟ شكرا كمان، هذا سؤال حقيقه في وقت وسؤال يعني. يا ربي فضلك. الامر اختي العزيزه الامر مش سهل لكنه مش صعب. يعني هو الاول مرهون في العمل المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص. لابد ان نركز على القطاع المشترك، القطاع الخاص والقطاع العام، ولازم ان يقف رجال الاعمال بأموالهم وخبراتهم الى جانب الدوله التونسيه، لجانب الدوله باش على الاقل نقضوا نقف على سقينه. ثانيا، الاهم هو توفير بيئه سياسيه مستقره. اذا ما في استقرار ما فيش امن، ما فيش اقتصاد، ما فيش يعني للمستثمر. وتوفير قوانين تجذب المستثمرين العظماء نقول يعني، هذا تتطلب كمان استقرار امني واستقرار سياسي في العالم، خاصه وان المنافسه اختي العزيزه مع دول جوار قويه. ولكن نحن لنا الاحقيه والاوليه، كيف الاحقيه والاوليه؟ في جلب المستثمر الجد. والمهم لان تونس لها مكانه تنعم بموقع استراتيجي. نعم. 40 دقيقه من روما، ساعتين من باريس، ساعه ونص من جنيف، ولكن احنا نقدر نكون حلقه وسط بين افريقيا واوروبا، احنا البوابه، يعني احنا نستغل مكانتنا في استراتيجيتها. يجب استغلال هذا الموقع. هذا المكان. ولكن كمان اذا سمحني اقول كمان، لابد كمان احنا نشجع الشباب نتاعنا اللي يشوف الى الجنوب، يعني نحو افريقيا والاقتصاديات الشنيعه، وتشجيع شباب الهجره والاستثمار في افريقيا بتوفير معاهدات وموثيق تعاون دولية. وهذا ضروري ان يعرف شباب تونس ان افريقيا هذا مهم جدا مستقبليا. واضح. به رسالتك الاخيره سي كمال اللي حاب تبلغها للتونسيين خارج وداخل حدود الوطن، وتعطيهم شويه من تجربتك، معناتها شنو لازم اليوم حتى نعاونوا بلادنا ونقفوا لبلادنا؟ والله شوف، شكرا على هذه المداخله، وشكرا حقيقه على هذا السؤال. يعني انا ربي فضلك.
الحجر الأساسي اليوم اللي نعرفه احنا التوانسة هو التربية والصحة والتعاون التكاتف ونبذ الأنف والاقتتال والانتقام والانتقام، وننسوا هذا الشنقال وهذا المقارش ونخلوا كل واحد خدمته تحكي عليه. وهذا مهم جدا أن التوانسة ما فيش حد حيساعدنا من برا إلا كان احنا نكونوا مع بعض مستمحين، واحد يشد يد صديقه يد آخر ثاني. يعني كان باش يجينا الباهرة ربي فعلنا، وكان يجينا الخايب ربي فعلنا. ما لازمش ننسوا الخير من الغير، لابد يجي من نحن داخليا. فأنا نقول لابد من الاستقرار السياسي الذي يعتبر مفتاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش فيها البلاد، وضرورة التفكير في المصالح الشاملة أختي العزيزة بين أبناء الشعب التونسي، والعمل على تجميع كافة التونسيين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف البلاد هذه، إلا إذا كان شدوا يد باليد وحدنا. هذا مهم جدا أن نكون يد باليد مع بعضنا. واضح. إذن شكرا لك سي خالد الغربي على هذه المداخلة، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. شرفتنا أكيد بالمداخلة عن بعد، لكن نستناوك في تونس في بلادك تونس أنك تكون حاضر معنا في أهلا تونس ونستفيدوا أكثر من خبرتك وعالميتك اللي اليوم أثبت نفسك كتونسي ورفعت راية تونس عاليا. شكرا لك. نواصلوا احنا سي عبد الباسط. إذا نستأنف الموضوع نتاعنا، كنا حكينا على انطلاق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وجاء كوثيقة عالمية تربط بين الدول، وهذا على إثر الحرب العالمية الثانية والهمجية والانتهاكات اللي صارت في حق الإنسان بصفة عامة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الدرس الأساسي نتاعه هو أنه كان نتاج قلتك تطورات تاريخية كبيرة، فكر يعني إنساني يذهب نحو الكرامة نحو المدنية، ولكن كذلك كان نتيجة معاناة البشرية من الحروب من الكراهية من النازية الفاشية كل أنواع الأشياء اللي ممكن يعني تقضي على المدنية وتذهب بنا نحو العنف. لذلك أيوة. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجوده دائما يعني قوي وساطع، ولذلك يقع التذكير به دائما لأنه يطرح علينا فكرة شنو اختيارنا الحضاري. هل أنه نذهب نحو يعني المحافظة على كرامة الناس، نحو إدماج الجميع سواء النساء يعني إدماج ذوي الإعاقة الأقليات، الحفاظ يعني على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بناء يعني مؤسسات تقوم بالرقابة والمحاسبة، كذلك يعني الذهاب نحو الفكر الإنساني المستنير اللي هو يبعد عن الشعبوية عن التطرف العنيف. هذا هو الإعلان العالمي حقوق الإنسان، هو مناسبة باش يذكرنا أنه كل ما نذهب نحو هذه القيم فلو نقترب من إنسانيتنا، كل ما نبتعد عليها فإننا نذهب نحو يعني التطرف ويعني والصراعات اللي هي في نهاية الأمر صراعات متنجم كانت تهزنا نحو يعني الإقصاء المتبادل، التهميش، رفض الاختلاف، رفض التنوع، وهذا اللي يضر بالمجتمعات ككل. نعم، هل أنه كي نحكيو على الوثيقة نتاع الإعلان العالمي عفوا لحقوق الإنسان، اليوم نحكيو على قانون معناته هو يرقى إلى مرتبة القانون، يرقى إلى مرتبة نص دستوري، هل أنه يقعد يعني كما نقولوا احنا هو مغال معناتها أكثر منه قانون، كيفاش يتم تطبيقه؟ هو وضعيته يعني هي نوعا ما هي بين يعني هو أكيد أنه عنده هالطبيعة المعنوية الكبيرة والرمزية الكبيرة، ولكنه كذلك أصبح مصدر تستلهم الدساتير تعيد معناته تحيل إليه الدساتير تستلهم القوانين، ثم كذلك هو المصدر الأساسي لي يعني اللي تأسس من خلاله المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والمنظومات كذلك الإقليمية وحتى الوطنية. نعم. إذن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو في نهاية الأمر هو الأداة اللي تطور بها كل ما حاولنا أنه نجعلها أساس لي يعني تشريعاتنا، أساس للعقد الاجتماعي اللي جمعنا، لعملنا لعمل المؤسسات، للحوكمة، لكل الأشياء اللي ممكن أنها تنشأ هذا العقد الاجتماعي اللي يقوم على حقوق الإنسان. هو مطلب أكيد أنه الإعلان العالمي حقوق الإنسان في الديباجة متاعه يقول أنه هدف حقوق الإنسان
هو يعني تحرير الإنسان من الخوف والفاقة، تحرير الإنسان من الخوف والفقر. نعم. هذا أكيد أنه ما زالت اليوم يعني في مجتمعاتنا ما زالت هذه المشاكل الكبيرة اللي هي الأزمات الاقتصادية الاجتماعية، ما زال هناك يعني العنف في البلدان العربية مثلا موجود. فيها النزاعات، فيها الحروب، أكثر من نصف اللاجئين في العالم هم من منطقة العربية. بلادنا كذلك تونس قاعدة تعيش في أوضاع يعني خاصة، فما نوع من اليأس، نوع من عدم الثقة. نعم. في المستقبل. هذا هو الخوف. كذلك فما تزايد كبير في بلادنا لمظاهر الفقر، لمظاهر يعني الغياب الاهتمام بالإنسان ووضعه في قلب السياسات. لذلك نشوف وضع التعليم، وضع الصحة، كل شيء في وضع تدهور. النقل وكل الأشياء اللي هي جزء منها كبير يأسس الكرامة الإنسانية. في ظل هذه الأزمات، في ظل هذا الخوف معناه فهمت من الحاضر ومن المستقبل، فإن حقوق الإنسان هي أداة كبيرة، أداة مهمة برشا، يلزمنا نستعيدوها باش نحاولوا نعاودوا نزرعوا الأمل، لأنه بدون يعني حقوق إنسان لا يمكن أنه نمشي ونحو طبعا لا يمكن أن نتقدم، الديمقراطية تتلاشى وكل الإنجازات ترجع إلى الخلف. به أنا باش نستقبل ضيفة بحذانا باش كملوا نحكيه أكيد، لكن خلينا نستقبلوا القاضية والكاتبة روان برقية. أهلا وسهلا ومرحبا بك على المباشر، نستقبلوك. أيواش مرحبا بك، عسلامة. أول عنصر نسائي نورنا في الحصة اليوم. لاباس عايشك، مرحبا بكم. مرحبا سي عبد الباسط. يعيشك يا لالا، مرحبا بك. روينا تو نحكيو شوية من بعد على الإصدار نتاعك، وخاصة أنه متزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه الذكرى، لكن خليني نكمل الموضوع نتاعي مع ضيفي ونرجع. شكرا لك سي عبد الباسط. إذا نحكيو على إذاعة السيدة، دونك الإذاعة هذه اللي هي مولود أكيد يزيد يدعم مجال حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة للمرأة اللي يلزمنا نحكيه عليها أكثر ما يمكن. تقدمنا هذا المولود الجديد. إذاعة السيدة أفام هي أول إذاعة في المنطقة العربية متخصصة في نشر ثقافة حقوق الإنسان. موقعها هو موقع المعهد العربي لحقوق الإنسان. أيوة. اللي هو في حي شعبي عريق، حي السيدة المنوبية. هو كذلك تستلهم اسمها واسم مقر المعهد من السيدة المنوبية، اللي هي بالنسبة لرمزيتها تمثل المساواة، المرأة، تمثل كذلك يعني فكرة الاهتمام بالمعرفة والعمل الإنساني. احنا كي نعترفوا بالمرأة كسيدة ديجا احنا نقطعوا أشواط كبيرة، راهو بعدها مازلنا بعاد في المجتمع نتاعنا باش نعترفوا بالمرأة أنها مش أنثى فقط، أنها سيدة. دونك إن شاء الله يكون الانطلاق من هوني. النساء في تاريخ تونس هن من بنات وحومات البلاد هذه، وكذلك نعم. المرأة الحمد لله أنه التاريخ قاعد يدافع على المرأة. بالضبط، والمرأة كذلك تدافع عن نفسها وتدافع عن المجتمع وتحاول أن تأخذ المجتمع إلى المساواة. وإحنا جزء من مشاكلنا الكبيرة من غياب التنمية الإنسانية المستدامة، غياب الإدماج، اللامساواة والتمييز، هو من يعني محاولة يعني قمع النساء في قمحهم في آرائهم، قمحهم في أجسادهم، قمحهم يعني في مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في صنع القرار. إذاعة السيدة هي محاولة أولا لإعطاء صوت لمن لا صوت لهم. نعرف أنه على مستوى المجتمع النساء ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة، الأقليات، الأطفال، الشباب، فما أطراف عديدة ما هيش قاعدة يعني صوتها يعني يوصل إلى المجتمع. لذلك فإن السيدة أفام أول هدف من أهدافها أنها تعطي صوت لمن لا صوت لهم، وتبرز هذا الصوت وتمكنهم من المشاركة في إبداء الرأي. ثانيا، هذه إذاعة تقوم بتبسيط ثقافة حقوق الإنسان، ما تخليش حقوق الإنسان دائما ينظر لها أنها تخصص. هي تخصص أكيد، هي مسألة قانونية، هي مسألة يعني فكر قانوني واجتماعي واقتصادي وسياسي، ولكن هي كذلك مسألة يمكن تكون جزء من حياة الناس. ثم مسألة ثالثة بالنسبة لهذه الإذاعة، نعم، هي فكرة التعليم، تعليم حقوق الإنسان وتوفير
فضاء اللي ممكن من خلال الأطفال الشباب كل الأطراف الاجتماعية يمكن تمارس الإعلام بمنطق الإنساني متاعه. لذلك فما دورات تدريبية باش يقوم فيها المعهد العربي لحقوق الإنسان وقاعد ينظم فيها من أجل أنه نجربوا كيفية إدماج القيم الإنسانية في التناول الإعلامي. فما برامج متعددة مع شركاء أساسيين سواء مثلا اليونيسف، مفوضية اللاجئين، مفوضية الهجرة، كذلك يعني جمعيات مثل إبصار لذوي الإعاقة، صفحات. هذه برامج أولا تعنى بقضايا الهجرة واللجوء، قضايا النساء، حقوق النساء، قضايا محورية الأطفال يعني. التعليم، كذلك قضايا ذوي الإعاقة، برامج تعنى بالكتاب. هناك قراءات ونحب نرجعوا في العمل الإعلامي فكرة القراءات. هناك موسيقى فيها معناها مختلف الأذواق، فيها تنوع كبير. تعليم لغة الإشارة، تعليم اللغة الأمازيغية يعني، وغيرها من الأشياء اللي نحب نقوله. أنا أعتبر الإطار اللي قائم على هذه الإذاعة هو إطار محترف، إطار هاوي. فما شكون موجود من حومة السيدة المنوبية موجودين في الإذاعة؟ خلينا نعرف شوية كواليس الإذاعة. الإذاعة فيها تنوع كبير يعني في القائمين عليها واللي قاعد ينشطوا فيها. أولا فما صحفيين وصحفيات يعني من مختلف الاتجاهات الإعلامية، عندهم خبرة في سواء في المؤسسات الإعلامية العمومية ومنها التلفزة الوطنية. أيوة. كذلك عندهم خبرة يعني في المجال يعني الإعلام الخاص، في الإعلام الجمعياتي. عندنا كذلك متطوعين ومتطوعات اللي قاعدين يقدموا في برامج، جامعيين، جامعيات، ناس يعني اللي هم يحبوا يخدموا فكرة يعني السيدة، إذاعة السيدة. ثم قمنا بتكوين مجموعة من الأطفال. أيوة. والطفلات مهم جدا من الأحياء الشعبية، ثقافة حقوق الإنسان عند الطفل. بالضبط، احنا عندنا مجموعة من نوادي المواطنة في مختلف المدارس ولكن كذلك في مقر المعهد بالسيدة المنوبية. هذه يعني النوادي المواطنة من خلالها قمنا بتكوين على مدى سنتين لمجموعة من الأطفال والطفلات اللي هم الآن ينشطوا في يوم الأحد في برنامج اسمه أطفال السيدة. أيوة. وهذه هي تجربة الحقيقة يعني تحب تقول أنه أطفالنا في ظل التطور الكبير التكنولوجي وفي تطور يعني وهيمنة التكنولوجيا وكذلك الإعلام على حياتنا اليومية، فإنه كذلك يمكن من خلال تدريب الأطفال اعطائهم فرصة أنهم يجربوا نوع آخر من استعمال وسائل الإعلام واستعمال التكنولوجيا بشكل أكثر إنسانية، بشكل أكثر يعني خدمة للمعرفة وخدمة للمهارات. السيدة تحاول أنها بالتعاون مع وسائل الإعلام. أيوة. هي ما هي جاية كبديل لوسائل الإعلام، لا هي تستفيد من تطورات وسائل الإعلام ومن الأشياء الإيجابية. هي تحاول أنها تبعث رسالة أنه اليوم لا يمكن أنه نبنيه عالم أكثر إنسانية بدون معرفة، بدون معرفة، بدون نعم. ثقافة، بدون تعليم، وبدون كذلك إعلام وتكنولوجيا اللي هي تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والمواطني والمساواة نعم لكل إنسان. نعم سي عبد الباسط، شكرا لك، شكرا لك على المداخلة القيمة هذه، وإن شاء الله نكون معكم في كواليس الإذاعة ونشوفوا طريقة العمل ونزيد نقدموها أكثر للناس. يمكن تتابعوها على فكرة الإذاعة. أي. تتابعوها يعني في موقعها اللي هو السيدة أفام صفحتها، وهي كذلك في يعني إذاعة جمعياتية، إذاعة قرب، يمكن الاستماع لها في تونس الكبرى في الترددات يعني 89.2. تفتحوها ممكن تشوفوا أو تسمعوا يعني ما برامج اللي تحاول منها تكون قريبة للناس وقريبة. نعم. لهالفكر الإنساني. نعم سي عبد الباسط شكرا لك، أنت باش تقعد معنا تويكا ونستضيف روان برقية، ديما نستضيفوها بصفة قاضية لكن اليوم بصفة الكاتبة، والكتاب موجود في يدك. بعد مجموعتك القصصية الأوغاد يأتي حبس النساء، عند هذا المولود الجديد، هذا الكتاب اللي أكيد فيه أنت معناتها روحت بين شخصيتك كقاضية وبين الكاتبة، وأكيد فيه برشة واقعية نتصور. نرحب بك مرة أخرى نادية، شكرا على الاستضافة. نرحب بسي عبد الباسط. نحب أبدأ من حيث انتهى هو، معناتها أنا نتذكر أنت كتاب الأوغاد ستار عامني والأون 2020. كتاب الأوغاد معناتها المقاربة اللي طرحها هي مقاربة شاملة، فيه طرح فلسفي حول نفسية المرأة كانت تتذكر. أيه. حول العنف المسلط على المرأة بمختلف يعني أنواعه، حول المهمشين يعني بصفة عامة. حبي يبين كيفاش المرأة لا تزال
زال إلى اليوم يعني تخضع لمحاولات الهيمنة الذكورية والأصوات التي يعني تحاول لا أذك علاش قلت لك باش نبدأ من حيث انتهيتما. ما زالت المرأة معناتها معناها السوبي محاولات الهيمنة الذكورية والأصوات التي تجذبها إلى الخلف. اليوم حبس نساء الإصدار الثاني صادر عن دار الكتاب أيضا. في الإصدار الثاني ندي حبيت أني أتكلم عن المواضيع الحارقة المسكوت عنها، مواضيع التي تتعلق بنساء يقبعن خلف أسوار السجون. أيه. السجون التي كبيرة. التي تسمى العالم السفلي الأندرغراوند، العالم العزلة. وتعرف أنت وأن النساء في السجن يعني أقصى ما معناتها أقصى طلباتهم أنهم يرجعوا إلى السيفيل أنتريجيومي، يعني هم يقولوا السيفيل. وما هو السيفيل؟ السيفيل هو المجتمع، هو نعم. السجن الأوسع. هي المرأة ولم تدخل السجن هي ساعات تلقى روحها في سجن ضيق، في سجن ضيق ومتهمة بعديد الاتهامات، معناتها السبب وحيد أنها مرأة. فما بالك أنه مرأة حددت جريمتها ودخلت السجن ثم خرجت إلى المجتمع. المجتمع بكامل يعني عقده وتشوهاته. نعم. الممتدة جلد. والصراعات الوجودية والطبقية التي يمكن أن نجدها في المجتمع. وبالتالي إذن الحبس النساء فيه ثلاثة مقاربات، مقاربة قانونية لأني طرحت النقائص التي لا تزال تعتري قانونا فيما يخص الإحاطة بالنساء السجينات بصفة خاصة. يعني هناك لسائل أن يسأل لماذا يعني لم تكتبي عن السجن بصفة عامة، يعني السجن الذي يضم الرجال والسجن الذي يعني هل هو من باب التفرقة؟ أنت تجربة دخول المرأة وعيشها في السجن تجربة خاصة يعني مختلفة عن تجربة الرجل؟ طبعا، لأن الجرائم التي ترتكب من طرف المرأة، طبيعة الجريمة تختلف عن طبيعة الجريمة التي يرتكبها الرجل. الرجل يرتكب الجرائم نقول احنا ثقيلة العيار من قبيل القتل، الاغتصاب إلى غير ذلك. المرأة هناك عوامل تدفعها لأن ترتكب نوع معين من الجرائم. يعني المرأة من حيث العنف تكون أخف، يعني جرائم السرقة، القذف، أسب. لماذا ندي؟ لأن المرأة أولا احتكاكها بالمجتمع أقل من احتكاك الرجل. ثانيا، لأن المرأة عندما ترتكب الفعل الإجرامي وتحاكم العقوبة نفسها يعني تجاه المرأة وتجاه الرجل، ولكن العقوبة العرفية الاجتماعية تختلف يعني بطريقة كبيرة. يعني المجتمع لا يسامح المرأة ولا يستقبل المرأة العائدة من السجن كما يفعل مع الرجل. يعني المرأة إذن السجينة يعني يجب أن يقع معاملتها بطريقة خاصة جدا، يعني ليست معاملة تمييزية وإنما معاملة خاصة أيضا بالنظر إلى كونها كائن هش، يعني هي تعاني من هشاشة جسدية نفسية بيئية إلى غير ذلك. لذلك خيرت أن أكتب عن سجن النساء وليس سجن طريقة اللي كتبت بها روان، لأنه نعرف طريقة الكتابة تختلف، وأنك تبلغ المعلومة وأنك تمس مشاعر الناس، كل كاتب عنده يعني طريقته. طريقة الكتابة اللي كتبت بها شوفنا ده هو الأصل في الأشياء، يعني إذا نعرفه يمكن سي عبد الباسط يعرفه. الأصل هو أن الكتابة عادة تكون داخل السجن، داخل أسوار السجن، كطريقة لانتزاع الحرية. يعني التدوين والتسجيل والتوثيق داخل السجن هو يكون طريقة لانتزاع الحرية، للتفصي من العزلة، للهروب من الزمن، لأن الأيام في السجن تتشابه ولا فرق بينها. أو أن تكون الكتابة نوع من الانتفاضة، يعني نوع من مثلا فضح الانتهاكات غير الإنسانية داخل السجن. أيوة. وذي الشيء ذكرنا بالمفكرة المصرية نوال السعداوي التي يعني اضطرت للكتابة بقلم كحل، يعني استعارته من مومس في السجن. أيوة. مع سكونابيل لو بابي تواليت، يعني الورق الصحي، وكتبت مذكراتها، حتى أن يعني فما طرفة تقول وأنه مأمور السجن جاء وقال لي هل تعلمين بأن الورقة والقلم في العنبر أخطر من الطبنجة؟ الطبنجة هي نوع من السلاح يشبه البندقية. يعني الكتابة اللي أنا كتبتها كانت بعيدة عن السجن، يعني هي لمحة القاضية التي معناتها بمقتضى الخبرة وبمقتضى إلى آخره كتبت لي أكثر تلك القضبان. وتستطيعين أن تتخيلي حين أريد أن أكثر كل تلك القضبان ماذا يمكن للغة أن تعطي. يعني نعم، أكيد لغة ثرية، وأكيد إن في حاجة إن نقرأ كتاب. طبعاً لازم 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 خاطر النظرة للمرأة لازمها تتغير. لازمنا ناخذ بيد المرأة. إحنا شو قولك الحبس للرجال،
معناتها هذه نظره غلطه تماما، بسيلش نعاودوا نخزروا المراه بنظره ليست اخرى. سامحني، ليست نظره ليست نظره الى المراه فقط، هناك العديد من المفاهيم. تصور سي عبد الباسط يوافقني، عديد المفاهيم التي تستحق اعاده نظر، مفاهيم مثل الجريمه، الجزاء، الجسد، أي. الشرف، الحريه. يعني انت معناتها الناس لا تعرف فظاعه السجن الا عندما تحدد مفهوم الحريه الذي هو مفهوم نسبي جدا، يعني ان تحرم شخص من حريته. الحريه ليست حق فقط، هي فرصة لأن تعيش تجربة إنسانية كاملة. يعني تخيلي أن يعني أنك تخطف حرية شخص، الحرية بكل ما تحمله، وبالتالي يلزم إعادة نظر، يلزم إعادة نظر في عديد المفاهيم ووضع طرح فلسفي. تفضل سعد. واحد من أهم الأشياء اللي جات في نظرية حقوق الإنسان بصفة عامة هو إعادة النظر في مسألة يعني فلسفة العقوبات. بالضبط. اللي هي وحكينا أنه قلنا حقوق الإنسان هي أساسا أنسنة الأشياء وأنسنة الحياة والعقد وإقامة عقد اجتماعي. بالضبط. يقوم على دولة القانون وليس على الإكراه وعلى العنف، سواء بالنسبة ضد النساء أو بالنسبة لفئات عديدة من بينها الناس اللي تنتزع حريتهم نتيجة يعني السجن. تجربة يعني السجن هي خيار حضاري كذلك، مثل حقوق الإنسان. هل أنه الإنسان تنتزع حريته باش نمشيو به نحو إعادة التأهيل، نحو إعادة يعني فهمتي الإدماج داخل المجتمع، أم أنه السجن يصبح أداة لإعادة إنتاج المشاكل الاجتماعية ثم كذلك لإعادة إنتاج يعني الجريمة؟ نعم، خروج المسجون بنقمة أكبر. والمرأة والنساء في عملية يعني في حكاية السجون يعانين يعني نوع من التهميش المضاعف، لأنه تهميش داخل المجتمع ثم كذلك من خلال يعني الإقامة داخل السجون. وهذا سؤال مطروح علينا. احنا في المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة من المنظمات قمنا بزيارات للسجون وعملنا يعني حوارات مع كل المحكومين والمحكومات بالإعدام في تونس. نعم، لتقييم الوضعية، لقراءة يعني طريق الذهاب نحو الجريمة ثم العوامل اللي تفسر يعني الذهاب نحو الجريمة. وشفنا وهنا أعددنا يعني مشروع قانون حول حتى قضية الإعدام في تونس وتوصيات لوزارة العدل حول قضية يعني السجون. شفنا أنه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي اللي تساعد على يعني نمو الجريمة، وأنه الحلول لا يمكن أن تكون إلا أولا بإعادة الاعتبار للمؤسسة السجنية كمؤسسة لها الإمكانيات لإعادة تأهيل يعني المحكومين والمحكومات، ثم كذلك الحفاظ على كرامة السجين والسجينة، ثم العودة إلى المجتمع ومحاولة يعني معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي حكينا عليها، اللي هي ما تنجم تكون إلا بأنسنة المجتمع متاعنا. احنا المجتمع متاعنا الآن هو في مرحلة يعني صعيبة، الأزمات اللي عايشوها الناس هي اللي تنجم اللي قاعدة تخلق في هذا التوجه نحو العنف. بالضبط. نحو الكراهية. نعم. نحو يعني الإقصاء نحو التهميش ملحوظ. ولذلك وهذا على فكرة نحيي هذا الكتاب اللي أنا شفت جزء الحقيقة جزء منه، إذا يستحق التقديم في الإذاعة إذاعة السيدة. لا يستحق التقديم، وكذلك فما هذه السيدة وهذا الكتاب فما أسلوب على فكرة فما أسلوب كذلك أسلوب سلس وجميل. أي. اللي هو يندرج في تراث كامل اسمه يعني أدب السجون. اللي هو في نفس الوقت يحكي من طرف مساجين ومعناه من داخل السجن، ثم كذلك هو هذه رؤية من خارج يعني السجن اللي هي ممكن تعطينا مساحة أكثر للأمل وتقترح علينا حلول للمجتمع بصفة عامة وللنساء، وضعية النساء بصفة خاصة. وإحنا نعرف شو عانيوا النساء من العنف في جميع الأبعاد متاعه. المجتمع عنيف مع النساء متاعه، أنا نقول هو مجتمع يذهب أكثر نحو اللا إنسانية. نعم. عدم اعتبار المساواة التامة بين النساء والرجال جزء من ثقافتنا هو اللي قاعد يخسر فينا في برشا
يعني فرص الحقيقة هو في الواجهة احنا ديما نحكيه على انه النساء معناتها هما نصف المجتمع والنساء والمرأة وعندها قيمة وطالما زينت المحافل بالمرأة التونسية ان شاء الله تتغير الوضعية هذه. زعما نحيو الخوف من النساء فما برشا خوف من النساء لانه النساء عندهم يعني الان يعني قدرة كبيرة فما دخول في مختلف مجالات الحياة يلزمنا نعتبروا انه المرأة انسان ونعملوها بهذا الشكل يعني. نعم شكرا لك سي عبد الباسط يعطيك الصحة بارك الله فيك على الحضور معنا القاضية روان بلقايا شكرا لك والكاتبة ان شاء الله ديما نشوفوك هكا في انتاجات جديدة وفي نشاط ونجاح اللي انت فيه ان شاء الله. شكرا إذن لك روان يقولوا لي باش تقعد معنا باش تكون معنا احتجاز اكيد روان باش تكون معنا محتجزينك احنا روان هوني باوامر المعد وديعة برحومة. اذا نمر هل انه الهاتف حاضر نمشيو مع بعضنا الزميل حسام الدين زغدان الصحفي في قطر وباش نحكيو على ترشح المنتخب الى الدور النصف النهائي لكاس العرب ومباركوا المنتخب نتاعنا وان شاء الله يكمل يفرحنا اكيد انه الشعب التونسي هنا فرحان برشا مواطنينا في الخارج زاده فرحانين برشا واصداء كبيره. الو صباح الخير حسام الدين. صباح النور واهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل مشاهدي القناه الوطنيه وكل الشباب اللي في البرنامج معدي البرنامج والتقدير. شكرا لك حسام. اذا الاجواء حسام عندك انت حاضر موجود في الكواليس وموجود في الماتش وموجود في كل شيء لو كنت تحكي لنا على الاصداء والاجواء اللي موجوده غديك. والله حقيقه البارح يعني الجماهير التونسيه بصفه خاصه اكدت معنا كونها هي فكاهة البطوله بحضورها المكثف في جل مباريات المنتخب التونسي وهذا جاء بشهادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو اللي كان معجب شديد الاعجاب بالجماهير التونسية في طريقة تشجيعها في حدود اللياقة ومتابعتها لمنتخبها حتى في الفترات الحرجة. البارح مثلا وقت المنتخب العماني سجل هدف التعادل الجماهير يعني بدأت تصفق على المنتخب ويعني رفعت من معنوياته وفي يعني في ظرف دقيقتين ولا ثلاثة رجع في النتيجة وأصبح يعني منتصر. وبالنسبة للكواليس أيضا خارج الملعب يعني بعد المباراة ما عندكش فكرة على الجماهير التونسية وعلى الأهازيج والأغاني والأفراح اللي أقامتها في الدوحة إلى يعني إلى الفجر والناس يعني أدخلت أجواء غريبة يعني أجواء غير عادية لم تألفها الجماهير الخليجية هناك في بلدان يعني تشوف في حاجة نموذج آخر من التشجيع ومن عشق كرة القدم. نعم المنتخب نتاعنا اكيد انه يزيد في المعنويات نتاعو انه يشوف جمهوره حاضر بقوه خاصه خارج حدود الوطن تكون فمك الالفه تكونك العائله اللي قلبها على بعضها معناتها المنتخب يشجع باصوات تونسيه وباعلام تونس. بطبيعه الحال يعني عائلات في الملعب يعني عائلات صغار كبار يعني مختلف الفئات السنيه تشجع في المنتخب. وهذا ما فهمه عناصرنا الوطنيه ايضا فهمت اللي كونه راه الناس تبع فيها فضعفت من مجهوداتها ولات عندها التزام تجاه هذه الجماهير اللي ما خيبتش ظنها في الحضور حتى لو كنت تكون نتيجه سلبيه مثل مباراه سوريا اللي كانت عسره على المنتخب واللي انا اعتبرها شخصيا درس في كره القدم استفاد منه المنتخب حتى يعود تلك الشحنه والطاقه في اللعب والتقديم والبذل والاداء. نعم نعطيه الخطوة القادمة للمنتخب نتاعنا بعد المعلومات الرياضية. بالنسبة لنا احنا تو في طريقنا على الأرجح المنتخب المصري لأنه أيوة. على الورق المواجهة بين المنتخب المصري والأردني الكفة تميل لصالح منتخب الفراعنة وهذا حسب ما شفناه. أنا شخصيا شفت منتخب مصر ضد منتخب الجزائر فالمنتخب المصري بقيادة كيروش قاعد يتقدم وقاعد يتطور على جميع المستويات وبحول الله يعني المفاجأة مش عنصر المفاجأة لا يتوفر في مواجهة مصر والأردن بحيث ستكون الغلبة لمنتخب مصر وبالتالي احنا باش يواجهنا المنتخب المصري على الأرجح في النصف النهائي وستكون مواجهة يعني التقليديه اللي نعرفوها بين التوانسه والمصريين يعني مواجهه لا باس بها محترمه.
نعم، إذا شكرا ليك، يعطيك الصحة وسام الدين زغدين، كنت معنا من قطر، شكرا ليك، تحياتنا للمنتخب، احنا نشدوا على أيديكم، أكيد نستناو النصر لنصور قرطاج، نواصلوا في المباشر نتاعنا، باش نمشيو توا في فيتياغ، باش نحكيو فيه على المسح الوطني للهجرة الدولية، وبعد شوية نستقبلوا الضيوف نتاعنا باش نزيدوا نتعمقوا أكثر في الموضوع. رحيم بن عامر، خبيرة بالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. المركز هذا هو منظمة عالمية متكونة من 19 بلد، منتصبة في تونس من سنة 2015. احنا علاش اليوم حشتنا بإحصائيات علمية وضوابط دقيقة للهجرة؟ احنا اليوم تونس بلد أم، عنا توانسة مقيمين في الخارج، ولكن منطقة عبور ومنطقة استقبال، عنا مهاجرين يجيونا من إفريقيا، من أوروبا، وعنا بيان سور توانسة تخرج للخارج. اليوم تونس حشتها باستراتيجية كاملة وشاملة للهجرة اللي تكون مبنية على أرقام علمية بطرق معناها علمية وسليمة. اليوم لونكيت هذيا باش تعاون تونس، المؤسسات التونسية، على تركيز سياسة شاملة للهجرة اللي تكون تجمع جميع الناشطين. هو الهجرة راهو سيتان دوسي معناها متشعب، فيه برشا أطراف تداخل معناها، وتشوفوه اليوم قداش مفرق الدوسي متاع الهجرة هذه. احنا اليوم دونك نحبوا تكون عندنا استراتيجية، نعاونوا تونس باش تكون عندها استراتيجية واضحة مبنية على هالأرقام هذه. هذيك علاش اليوم يوم كي نقول لكم تاريخي، اللي عندنا أرقام علمية وسليمة سولون معناها دي كريتير بيان ديتيرميني. حاجه جديده اللي زافريكاج من تونس، اهميه هذوما الاحصاء انه باش نجموا نلقاو تمويل ودعم الاتحاد الاوروبي، معناها تونس قاعده معناها تستوعب هل زافريكاج اللي كانوا ماشيين لاوروبا. والله شفتوا قداش معناها احنا واعيين بهالقضيه هذيا، و اون مارج دو لونكيت تونيزيا هيمس برشا قضايا، اون مارج دو لونكيت ناسيونال تونيزيا هيمس هي اللي ناكد هي الاولى، أول عملية مسح وطنية للهجرة، أول عملية مسح وطني للهجرة كانت ليانيس معناها كونسيونت بالموضوع هذايا، وعملت اون مارج دو سا اون انكيت كاليتاتيف كما شفتوا تفضلتوا قبيله، لونكيت كاليتاتيف على لي ميغران سوبساريان اللي في تونس، واللي كيف كيف احنا واكبناها لاي سي ام بي دي جوستومون باش نحسنوا حوكمة الهجرة اون جينيرال. Jean-Pierre Sakas, chef de section inclusion sociale et développement durable à la délégation de l'Union européenne à Tunis. Les résultats qui nous ont été présentés aujourd'hui sont très intéressants pour informer le futur du partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne en matière de migration. Non seulement en ce qui concerne la mobilisation et les caractéristiques de la diaspora tunisienne, notamment en Europe, on vient de voir qu'elle est très importante, la plus importante, mais également en ce qui concerne les Tunisiens qui rentrent en Tunisie et les accompagnements que nous avons dans ce domaine pour la réintégration de ces personnes, mais également pour la protection des migrants vulnérables en Tunisie et des immigrés en Tunisie sur lesquels nous intervenons également. Ça nous montre à quel point les données statistiques sont importantes pour déconstruire certains mythes qui sont malheureusement encore trop nombreux sur la migration et surtout pour informer des politiques publiques raisonnées, basées sur des évidences scientifiques et pouvoir traiter globalement de ces questions. J'aimerais vraiment remercier pour ce mot d'ouverture nos partenaires, M. Djamal, directeur général de l'ONM, Monsieur Lassoued, le directeur général de l'INS, le chef de cabinet du ministre des Affaires sociales, Monsieur Malek Zahi, pour cette présence aujourd'hui et ces mots de soutien qu'ils nous ont déjà communiqués.
إذا نرجع للمباشر. كانت هذه مقدمة حول موضوعنا اليوم، المسحة التعدادية للهجرة. قلت لكم باش نستقبلوا ضيوف نتاعنا نحكيوا أكثر في الموضوع. معنا سي سالم الميزوني مدير البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا. تستحب معك سيدة نادية التويري المديرة المركزية للإحصائيات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء. صباح الخير مدام. مرحبا. صباح الخير. أهلا وسهلا ومرحبا. دونك باش نحكيوا على المسح التعدادي للهجرة، الإعلان ونشر النتائج اللي كان نهار 7 ديسمبر. خلينا نبدا معاك سي سالم، نحكيوا على هذا المسح وشنو هو آخر الإحصائيات اللي عندنا. نعم، المسح الوطني الشامل في مجال هذا الهجرة يعتبر هو أول مسح من نوعه يتم في تونس. أيوة. ويتعلق بموضوع الهجرة. موضوع الهجرة أصبح مسألة عالمية تبنى عليها العديد من المواقف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذلك أصبح يشغل حتى الرأي العام. إذن كان من الأولى أنه يتم اعتماد مقاربة علمية مبنية على معلومات ومعطيات وبيانات دقيقة. إحصائية دقيقة. أي؟ التي ممكن أنه نبنيه على أساسها سياسات واضحة، يعني مرتكزة على أدلة ثابتة، ومن الأجدى أنها تكون إحصائيات رقمية. هل على الأساس هذا تم يعني البدء والشروع في المسح الوطني الشامل في مجال الهجرة خلال المرحلة الماضية، ولم يكن أفضل من المؤسسة والهيكل العمومي الوحيد في تونس وهو المعهد الوطني للإحصاء للقيام بهذه المهمة؟ وكان في مستوى بكل صراحة هذه المهمة الجسيمة في مرحلة استثنائية قام بهذا الدور، وتوصلنا إلى نتائج هامة، يعني ليست مبنية على مجرد يعني قراءات نظرية، بل هي مستندة إلى منهجية علمية ومعايير مقاييس دولية يعني معترف بها دوليا اعتمدها المعهد في إجراء هذه الدراسة. وإحنا كذلك نأمل أنه نستغل هذه النتائج في رسم السياسات ووضع البرامج وكذلك المناهج المستقبلية لاستغلالها أحسن استغلال. باهي سي سالم، أنت لأحظتي للسيدة نادية، وأكيد الكلام مراوحة ما بيناتكم. نعم. إن شاء الله. نعم. سيدة نادية هو يقول لي أنه أنتم اللي قمتوا بالمجهود والمجهود الدقيق هذا في أنكم تعملوا هالإحصاء لمواطنينا في الخارج وهذا المسح. على ماذا اعتمدتم معناتها باش تعطيوا المعلومات الدقيقة هذية؟ شنو هو المعلومات اللي حاولتوا توفروها حول مواطنينا في الخارج اللي يعيشوا البرة؟ هل أنه فقط هو مجرد عدد قداش عنا من الناس تعيش البرة، أو أنه قد تم تقسيمهم بين ذكور وإناث، بين الناس اللي قاعدة تعيش غاديكا بين الناس اللي ترجع هوني؟ كيفاش كانت معناتها خريطة العمل متاعكم؟ شكرا أول حاجة على الاستضافة. والحقيقة المسح هذا هو راهو التحضير ليه كان منذ سنة 2009. أيوة. لأن الهجرة والمهاجر بقى دائما نقطة استفهام. إيش معناها؟ معناها بقى دوما هو رقم، قديش عنا البرة قديش عنا الداخل أكهو، معناها شنو ما يعبر عنه بالمخزون، وهي كلمة يعني غير محبذة، ولكن هذا اللي بقى متداول الأرقام. قديش البرة قديش جاو إكسترا. دونك بقى المهاجر مجهول إلى حد ما، وضعية ضبابية. شكون هو؟ مرأة ولا راجل؟ كيفاش عايش؟ صغير كبير مريض؟ اللي بيان انتغري في بلاد المهجر، شنية علاقته ببلاده؟ شنية نفسيته؟ شنية هل هو مندمج لهنا؟ ماذا يحس غادي؟ شنو يحس هنا؟ يعني كل هذه الملامح يعني حاولنا من خلال المسح هذا ليس فقط تقدير العدد، ولكن في نفس الوقت يعني تصوير ملامح هذا المهاجر. يقولوا ملامح، ما هي هذه الملامح؟ معناتها شنو حاولتوا ترسموا بالضبط؟ به فقط لو كان تسمح نعرج شنو طبعا الفئات اللي احنا خدمنا عليهم. أيوة. لان المهاجر بطبيعه ثم فئه ما زالت ما هاجرتش اللي خدمنا عليها، وقع تداول الرقم نتاعها برشا، هما اللي عمرهم ما هاجروا ونيتهم في الهجره. هذوما النيه هذه فاش تعرفوها؟ هي نيه معناتها، كيف لكم ان تعرفوا هذه النيه؟
لاحقين ثم يعني ثم جمله من الاسئله معناها اللي نسالوها نعم. تطرح ومن خلال الباكيج هذاك نتاع الاسئله نخرجوا هو يعني هناك مراحل هناك النيه في الخروج وهناك شكون بدا في الديمارش معناها في الاعداد للهجره ونشوفوا نعم. شنو الخطوات الفعليه اللي قام بها كي يهاجر اذا هذا نتصور رقم خذا حظه برشا معناها في وسائل الاعلام النوع الثاني من المهاجر وما يعبر عنه بالمهاجر الحالي اللي هو توا البرة والمهاجر العائد زاد خدمنا عليه اللي هو كان البرة وعاد إلى تونس هو كذلك ليس بمنأى عن يعني كيف رجع ما هوش هو المهاجر اللي هاجر لذا احنا اتناولناه بالدرس إذا نركزوا احنا وكذلك اشتغلنا على المهاجر الوافد يعني الأجانب الوافد على تونس أيوة. إذا خلينا احنا في الكاتيجوري اللي هي المهاجر الحالي المهاجر الحالي هو في نهاية الأمر جزء من الدياسبورا لأنه ما اليوم المنهجيات ما تسمح لناش باش يعني المنهجيات نعتمدوها احنا بالموسوع ما تسمح لناش مثلا باش نوصلوا للجيل الثاني والثالث والرابع للهجره اللي هما علاقتهم تونس ربما زيارات او ما عندهمش علاقه بتونس دونك نحن اشتغلنا على المهاجر الحالي من هو المهاجر الحالي هو اللي المشوار نتاعو نتاع الهجره انطلق من تونس يعني كان عايش في تونس مهما كان العمر نتاعو غادر البلاد التونسيه الى بلاد المهجر هذه العدد نتاعهم يقدر بقرابه وعمرهم فوق ال 15 سنه خاطر اشتغلنا حددتوا حتى الفئه العمريه خاطر هذوما يعني نجموا نسالوهم ونجموا يجاوبونا يعطونا معناها افادات خاطر الاطفال يعني يلزمنا نسالوا ولدي اذا هذوما العدد نتاعهم يقدر ب 566 ألف اليوم موجودين ببلاد المهجر مهاجر حالي ربما الأهم من الرقم هو الخصائص والملامح نتاعهم نعم به نحكيوا على الخصائص والملامح نحب نرجع لك دونك بالنسبة للمهاجر اليوم إذا كان نحدوا الفئة العمرية إذا كان حدوا الملامح نتاعو فاش ينجم يفيدنا معناتها شنو هو الحاجة اللي نجم يعطيها نقولوا احنا إيجابية في الوضعية نتاعنا يعني كما تناولت السيدة نادية الفئات المهاجرين يعني كانت تتقسم ما بين المهاجر الحالي والمهاجر العائد والمهاجر الوافد هذه هي تقريبا بشكل عام الفئات المستهدفة بالمسح نعم. إذن بالنسبة للمهاجر الحالي العديد من الإيجابيات التي يعني تنعكس على دولة المنشأ وعلى دولة المقصد صحيح. إذن هي الـ 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 يعني الفائدة بالنسبة لدولة الأصل أو دولة المنطلق ودولة المقصد اللي هو يتواجد بها التونسي في الخارج كفاءاتنا موجودة في الخارج بأصناف مختلفة بأعمار مختلفة باختصاصات مختلفة لربما يتم في بعض الأحيان تضخيم الرقم أنه العدد يعني يتجاوز 100,000 المسح توصل أنه ما بين 2015 وإجراء المسح عندنا تقريبا حوالي 39,000 مهندس بمختلف الاختصاصات الهندسية نعم. وحوالي 3,300 طبيب يعني هو اليوم فما تغير حتى في نوعية المهاجر ما عادش المهاجر بتاع قبل هو نفسه أكثرية المهاجرين نسبة هي حاملي شهادات هي أصحاب اختصاصات في مختلف المجالات هجرة العقول نقولوا نعم. احنا والله هجرة العقول يتم مرات تضخيمها بشكل كبير جدا لربما هي مسألة انطباعية لأنه لا ننسى أن هناك العديد من المهاجرين اللي لربما خرج لأغراض الدراسة ويعني كمل المشوار يعني المهني متاعه في الخارج لكن الإحصائيات أنا دائما أؤكد على أنه ما توصل إليه المسح هي أرقام ثابتة لا يمكن التشكيك فيها لأنه ما هو يعني رائج لدى العامة أو في مجالات في عند أشخاص آخرين هو مجرد انطباع مجرد إحساس مجرد أشياء مبنية على يعني نقول إحنا تخمينات بينما الأرقام الحقيقية هو ما توصل إليها المسح بالنسبة لل يعني الأهمية أو الفائدة عندنا كذلك التحويلات فاقت حتى يعني قطاع السياحة بالنسبة للتحويلات التونسيين في الخارج وارتفعت خلال الفترة الأخيرة ورغم ظرف يعني ما تمر به يبر به العالم يعني من الكورونا كان يعني تقريبا نسبة التحويلات ارتفعت بالنسبة للهجرة الوافدة كذلك فيها إيجابية ولو هي بعدد قليل احنا لا نأخذ جنسية دون جنسية أخرى ما هو ورد يعني في المسح أن العدد وصل إلى 59,000 مهاجر أجنبي بمختلف جنسياتهم
قد يكون التركيز على جنسية دون أخرى، إلا أنه الفائدة من الهجرة الوافدة كذلك تجري منها البلاد، يعني كذلك فائدة مختلفة المستويات. التركيبة الديمغرافية صحيح أنه المهاجرين التونسيين في الوقت الحالي أصبحوا تقريبا أغلبية من فئة الشباب. أي. السيدة نادية بإمكانها تقدم لنا حتى الأرقام يعني من فئات المهاجرين وكذلك الاختصاصات ومن هم يشغلون كذلك يعني مهمات في أو نقولوا إحنا أعمال هامة في الخارج، يمكن نستأنس برأيها في من حيث الأرقام وما توصل إليه المسح. أكيد أنا سي سالم حاول لك الكلمة مباشرة دونك شكرا لاستي السؤال شكرا سي سالم. إذا نرجع نركز على الفئة اللي هي موضوع اليوم وهو المهاجرين الحاليين. هو صراحة يعني لازالت يعني المرأة معناها لازالت الهجرة الدولية أو الهجرة إلى الخارج هي هجرة ذكورية بامتياز. نعم. إذ أن هذوما المهاجرين الحاليين لا تمثل المرأة سوى ثلث المهاجرين هذوما، لكن الجدير بالملاحظة هو أنه في السنوات الأخيرة يعني تنجم تقول بعد سنوات 2000 وخاصة في السنوات العشر الأخيرة أنه المرأة أصبحت حاضرة أكثر في الهجرة، لا سيما هجرة الكفاءات. يعني اليوم المرأة التونسية ذات المستوى التعليم العالي يعني نسبة المرأة من بين النساء المهاجرات تفوق نسبة المهاجرين من الذكور. هذا فيما يخص الهيكلة معناها أما فيما يخص الهيكلة العمرية فإنه نجد أنه من المهاجرين ما بين 4/10 من المهاجرين الحاليين هم أعمارهم ما بين 15-29 سنة، يعني نعم. الفئة الشبابية. وإذا نظرنا من حيث المستوى التعليمي فنجد أنه المستوى التعليمي لهذه الفئة يفوق بكثير المستوى التعليمي للتونسيين، معناها قرابة 34 أو 35% من الفئة هذه هم من ذوي مستوى التعليم العالي. العالي نعم. أكيد نحكي برشا على هجرة الكفاءات اللي هو قال ضخموها شوية لكن تقعد بهذه التسمية في تونس. الموضوع كبير لازم نزيد نحكيه فيه ونطنبه في الحديث. الوقت غاسرنا شوية خطأ عنا برشا ضيوف. المرحلة القادمة هي اللي باش تجسم نتائج هذا المسح من خلال خطة عمل تتمثل في بحوث ودراسات وكذلك مسوح كمية ونوعية لاستغلال هذه المعطيات والبيانات اللي توصل لها المسح. وشكرا ونأمل أنه نعمل بشراكة كاملة مع كل الهياكل والمؤسسات العمومية وكذلك مع المنظمات ومكونات المجتمع المدني للوصول إلى خدمات أفضل للتونسي في الخارج وكذلك لفهم أشمل للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتركيبة الديمغرافية للهجرة بشكل عام. وشكرا. شكرا لكم انتم، يعطيكم الصحة على المجهود هذا. أكيد قد ما نحكي وما نوفيوش أنه مجهود كبير تعمل، بارك الله فيكم. إذا نحن باش نمشيو لتقرير نشوفه تويكا، وأكيد أن ديما نسلطوا الضوء على الجمعيات والمنظمات والمجهود الجمعياتي ثم نعود. تفضلوا. في ثاني أكبر مسجد في مدينة باريس اللي يستقطب أولا الجالية التونسية المقيمة في المهجر والجالية العربية والمسلمة بشكل عام. المسجد هذا أسس عام 2006، هو ثاني مسجد في باريس ويقع في البونليو متاع باريس، هي مدينة درونسي. وفي المسجد هذا حوالي 600 في الداخل، في داخل المسجد في يوم الجمعة ويوم العيد، وحوالي 5,000-6,000 مصلي في المجموع المصلين. والشيخ نور الدين هو الإمام بتاع المسجد هذا، حوالي 9 سنة كان موجود معنا في المسجد هذا. والجالية التونسية كلها والمغربية والجزائرية وكل الأخوة المسلمين كل يصلوا في المسجد هذا. أعتقد يعني عندكم مسؤولية كبرى شيخ، خاصة الأئمة والشيوخ الموجودين في المهجر، كون تعطيه الصورة السمحة للإسلام والصورة الجميلة للجيل الثاني والثالث اللي يعني عندهم إشكال لعله في الهوية متاعهم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في رحاب هذا المركز الإسلامي الثقافي بمدينة درانسي شمال باريس في فرنسا، ونحن ولله الحمد دائما نتطلع إلى أن نرى الشعب التونسي وهو في تفوق مستمر، ونسأل الله أن يحفظ الشعب التونسي وغيره من الشعوب من الحروب والمكاره، وأن يجعله الله شعبا صالحا وفي خدمة الوطن والعالم كله. ونحن ولله الحمد كما ترون الآن في رحاب هذا المركز الأخ جعفر الرباع رئيس المركز الثقافي الإسلامي بمدينة درانسي، هو دائما ولله الحمد وقف موقفا لا ينسى، وموقفه مع بقية الإخوة في رحاب هذا المركز. وسؤالكم عن دور الأئمة في فرنسا حول توضيح معالم هذا الدين والدعوة إلى الوسطية والتسامح ونبذ العرف والعنف والتطرف، كل هذه المسائل تجدونها هنا في فرنسا، أننا نحن كأئمة نهتم بهذه المسائل. وأدركنا أن الجيل الذي هاجر من بلدانها إلى هنا سابقا لم يكن إلا خدمته للإسلام، ولو لم يكن ذلك لما وجدنا هذه المراكز اليوم، هذه المراكز التي نرى كثيرا من المصلين اليوم يتوافدون عليها لإقامة الصلوات، دليل على حبهم للإسلام. وبقي الأمر فيما بيننا الآن نحن كأئمة أن ندعو إلى التسامح وأن نبني علاقة بيننا وبين الآخرين، أو نقيم جسر التواصل بيننا وبين الأديان الأخرى، وهذا ما نعمله كما سبق وذكر ذلك الأخ جعفر الرباع وشرح لكم ذلك، من أن هذا المركز زاره عدد كبير من الشخصيات الدينية والثقافية بمختلف الطبقات، ودل هذا الأمر على أنه أمر يعود إلى اهتمامنا بهذا الجانب. وكذلك كما تلاحظون وكما ترون الإسلام حورب كثيرا، ولما حورب كثيرا لابد أن يقف الذين درسوا معالم الإسلام ليبينوا للناس حقائق هذا الدين، أن ما يقوم به بعض من الجهلة أو بعض من الذين هم لا ينتمون إلى الفكر الإسلامي الصحيح، هذا لا علاقة له بالدين، وإنما ديننا عاش مع غيره من الأديان، والمسلمون عاشوا مع غيرهم في القرون السابقة ولم تكن هناك مضايقات. الآخرون عاشوا في بلداننا كما أننا اليوم نعيش في بلدانهم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وهذه القناة المباركة الوطنية التونسية والتي تبث برامجها من أرض السلام من أرض المحبة، تونس أحببناها وما زلنا نحبها، لأن الإخوة التوانس الذين هم يوجدون في هذا المركز وفي غيره من المراكز حقيقة يظهرون نوع التلاحم والمحبة فيما بينهم، وبالأخص هذا المركز يضم عددا كبيرا من الإخوة التوانسة، وما لمسنا منهم سوى أنهم يتواضعون وهم يحبون الخير للجميع مع بقية الجنسيات المختلفة الأخرى، وبارك الله لهذه القناة. نواصل.